في سياق متصل، استقبلت المملكة اليوم أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام من بنغلاديش وماليزيا، وذلك ضمن مبادرة طريق مكة. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع الزميلة مها الفران. المملكة العربية السعودية وحرص حكومة مولاي خادم محمد الشريفين لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام. اليوم وزارة الداخلية على أتم الاستعداد لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتنفيذ المهام المناطة بوزارة الداخلية وممثلة بالقطاعات الأمنية وإمارة المناطق منذ نزول الحاج في كافة المنافذ المخصصة لاستقبالهم. مبادرة مكة تنهي إجراءات حجاج بيت الله الحرام في بعض الدول التي تم الاتفاق معها بإنهاء حجاجهم من مطارات بلدانهم مع ترميز الأمتعة في بلدانهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدهم، يعتبرونهم داخل المملكة هم في بلدهم، وعبر صالة مخصصة كما شاهدت قبل قليل يتم دخولهم مباشرة والخروج بشكل مباشر عبر باصات خاصة وإيصالهم إلى دور الإيواء في منطقة في مكة المكرمة، كذلك في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة في حال نزولهم في مطار المدينة المنورة، واستلام الأمتعة في دور الإيواء. تنفذ وزارة الداخلية مبادرة طريق مكة بحيث يتم إنهاء إجراءات الحجاج القادمين إلى المملكة العربية السعودية في مطارات بلدانهم، بحيث عند وصولهم إلى المملكة يتم انتقالهم مباشرة من الطائرة مرورا بالصالة المخصصة لحجاج المبادرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة. حج هذا العام 1444 سنتمكن إن شاء الله من إنهاء إجراءات حجاج 7 دول، على أن يتم إن شاء الله زيادة الأعداد في المواسم القادمة بحيث تصبح الأعداد أكبر من الدول المشمولة بالمبادرة. شكرا للزميلة مها الفران، وإلى واحد من الأخبار.